محمد ويرا رئيس ديوان السيدة وزير التربية. الامتحانات الوطنية اليوم بإذن الله يتم الانتهاء من جميع العمليات ذات العلاقة بالامتحانات الوطنية، وبإذن الله من هنا نهار السبت يبدأ الإعلان بالإسماس على النتائج إن شاء الله. الإدارة العامة للامتحانات قائمة بالواجب، وقائمة إن شاء الله كل الأمور اللوجستية بالنسبة للجانب هذا، وبالنسبة لدورة المراقبة كذلك البكالوريوس ثم السداد على الوجه الأكمل إن شاء الله بإذن الله. الإحصائيات ثم 634 حالة هي تم البت فيها، واليوم بإذن الله يتم استكمال كل الوضعيات. مشى ثم مشى القضاء؟ ثم أكيد ثم وضعيات مشى القضاء، خاصة اللي هما تواصلوا مع جهات خارج مركز الاختبارات الكتابية، لأنه يعني تسريب الامتحان لا يتم إلا عبر إرسال صور من الامتحان على صفحات التواصل الاجتماعي، وهذه كل خدمنا عليها لإحباط كل هذا النوع من العمليات. فما سادة مشاركين؟ فما أكيد، وهذا بالطبيعة إحنا نزم الأغلبية على زملاء السادة قيمة ذات في مجال التربية، لكن فما استثناءات وباش نتعاونوا معهم بصرامة حتى لا تتكرر مثل هذه التجاوزات، لأنه ما نجموش نلوم على المترشح أنه هو يقوم بالعملية تاع التسريب وقت اللي يكون فيها مشارك فيها أستاذ، والحالات هذه موجودة لكنها قليلة جدا جدا. سيد الله هي استثناءات لكن لابد من الردع في المجال هذا. معناتها منتظر أن العام الجاي إن شاء الله نشوفوا قرارات جديدة، إجراءات جديدة للتقليص على الأقل من والله سمعنا السيد الوزير في قبل في تصريحات تكون معناتها في الاتجاه هذا، ثم ربما إجراءات جديدة. أكيد العام الجاي إجراءات جديدة، لأنه معناها نعاونوا كثيرا على الانسجام بين مختلف الأطراف، سواء كان الكنادة المترشحين وإلا زملاء الأساتذة، على أساس أنه تتغير العقلية، لأنه من غير المعقول أنه جينا نتوا نحكيوا على البكالوريا أول حاجة سألتوا عليها هي موضوع الغش في الامتحان، يفترض أنه نحكيوا على حوايج أخرى أهم، خصوصا بالنسبة لمختلف الشعب والأفاق بالنسبة للمترشحين وغيره. ممكن أنا اللي لاحظناه في السنوات الأخيرة يتم التركيز اعلاميا خاصه على موضوع الغش، وهذا المفروض نركز على اشياء اخرى تكون وزاره استفحلت راهي الناس كلهم مشاركه فيها، مشارك فيها الاسر ذات العائلات، مشارك فيها جميع الاطراف بدون استثناء، وهذا يلزم وضع حد ليه، وهو مشروع مجتمعي يلزم الناس كل معناها تامل بالمشروع التربيه في تونس لتغيير العقليه، لازم نخدموا عليها مش على حاجه.